السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا دلوقتي بصور لكم تاني اكبر سمكة برضو. جوزي جايبها لي برضو من البحر الاحمر، بس ايه المرة دي هينضفها قدامكم. ارفعها بقى لفوق كده يا محمد، ارفعها لفوق. طبعا انا الشمس بقى في عيني عشان احنا فوق السطوح، بننظف دلوقتي السمكه فوق السطوح. هتنظفها بقى دلوقتي محمد. القشر طبعا بيطلع بطريقه ايه معينه. بصي طريقه معينه كده. القشره جامد. بصي القشره دي، القشره جامده دي اسمها مرجان. دي السمكه دي بتاكل الشعب المرجانيه. دي اكلها كله شعب مرجانيه، بس مش غير كده. شعب مرجانيه. طعمها بقى حلو قوي، احلى من الجمبري كمان. احلى من الجمبري. ما جميله، ما احنا مجربينها بقى. بصي بقى القشر بيطلع ازاي. واحده ايوه نايمها كده، بيطلع كده القشرها جامد جدا. بيطلع كده. معلش بقى يا حبايبي، انا بصور في الشمس طبعا وفوق السطوح. الدنيا طبعا حر جدا، وهو بينظفها اهوت. اهو بيوريلكم بقى تنظيفها، لان تنظيفها طبعا صعب وليه حاله خاصه، يعني ان بيطلع القشر كده بطريقه زي ما انتم شايفين. فانا قلت بقى ايه لما يجيب واحده تانية غير اللي انا مصوراها في فيديو تاني للسمكه الكبيره، برضو نفس السمكه هي، فقلت لما يجي ينظفها لازم اوريكم تنظيفها ازاي. بيطلع كده بالايد كده يا محمد، صح؟ بالايد بيطلع القش واحده واحده كده. وتنظيفها صعب على فكره يعني، بس لحمها وطعمها جميل جدا جدا، ما اقولكوش. احلى طعم، احلى من الوقار. هي طبعا غاليه جدا في البحر الاحمر، لانها احلى طعم من الوقار، والوان سبحان الله تقول سمكه زينه. دي الالوان بتاعتها الجميله اهي. دي بتاكل شعب مرجانيه، بتاكل جمبري. بص الالوان بتاعتها، بص وريني من راسه النبي محمد. ايوه كده، بص اللون، يعني الوان سبحان الله. اللي يشوفها كده يقول بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. اللي يشوف الفيديو كده يسمي يقول بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. يعني انا بوريكم حاجات طبعا مختلفه، وسمكه اكيد انتم في ناس كتير ما شافتهاش وما تعرفهاش. فانا بعمل الفيديو ده عشان تشوفوا اغرب انواع الاسماك، وتقولوا سبحان الله تبارك الله كده في المنظر. تنظيف الايد اسهل من الستمون. هي بتتنظف بالايد. القشره كبير جدا. بص القشره دي، شايفه القشره؟ ممكن بايه بقى؟ سكينه حاميه برضو، بس مش هتنفع. ايه جامد جامد قوي. عشان هناخد وقت في التنظيف ممكن. طب بص يا حبايبي، انا بعد كده عشان هي هتاخد وقت في التنظيف، وانا مش عايزه ان اطول عليكم الفيديو يعني. فانا هوريكم بس التقشير ازاي اهوت، وبعد كده بقى هنقطعها، نعمل لكم فيديو تاني للتقطيع بقى. واحنا هنوريكم بقى التنظيف. خلاص، يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.